السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو حارق حارق متفجر. فيديو أول شيء بداية راح نبلش بالتحدي. شخص شاب عراقي تحداني على اللعبة، قال إنه أنا ما راح أحسن ألعب، يعني ما راح أحسن أغلبه أو أجيب كيلات أكثر منه. فلعبنا ما بالمستودع، أول شيء جبت كيلات أكثر منه، ثاني شيء قال تعال نتحدى بالروم. فتحدينا بعض بالروم وشوفوا شو كان، كيف كانت المعركة وكيف كانت. طبعا ما كان الروم كتير كبير، يعني عدد اشخاص كتير، كان ديو ضد ديو. فان شاء الله تعجبكم الفيديو، ولعبنا كم جيم مستودع كمان راح احط لكم اياه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد وتحضروا كل شيء سابق. وبحكم اصدقائي وشكرا لكم، ونشوفكم فيديو ثاني. Let's go. حمد. اه. انا جاي اتحدى. عادي ما عندي مشكلة. اتحدى. حمد شو؟ يلا سجادة تحت تم تحدي. يعني محمد مو صاحبك هسه. تحدي. محمد مو مسلوم. لا واحد فوق التلفون. اثنين هم. يلا حبنا لو قعدت هنا. محمد انا جايبه وقت. جايبه وقت. ما جايبه وقت. ابويا يلا. سيدي عشانه؟ اوكي. محمد كم واحد؟ خليها بالاخير. شادي. تفرز؟ انا واحد. ليك أربعة هون، أربعة هون على اليمين. أبدا أنا جاي على راحتي. لا عيب. يلا في سجاف. محمد انا ما جايب واحد بس اثنين. تبدا بعد هاي التحدي. ولا التحدي دفر صاحب طلع بدوره. محمد
علي أربعة طيحة في مزاق العصر. قلت له يلا تاخذ شوكولات. طيب. تجد يلا قاعدين. يلا اطلع يلا. اطلع. تطلع تجد يلا اطلع. حلوة مرة ثانية لا تتحدى قهرمان، روح جيب ابو خليل خليه يتحدى او مليون روسيس. لك ابو خليل بيلعب على البي سي يا زلمة. اي والله عمد عمد طيق لك يا عمرو. طيق لك يا عمرو. ما تشوف عليكم على عجلة لحظة. تبرزي كوبرا نلعب روملي. نلعب روملي. يلا. يلا نلعب روم. يلا. راح سوي روم وبعت لكم ماشي. يلا أنا حصل راح خابص صعب وجهي. حمل حمل عوفا عوفا خي خابص صعب. أو شنو خانية بسمة؟ شنو خانية؟ چون خانه لوی داری نه نه تو مشکل بس هم صلاح خراکن نه نه خواهیت اما نه نه خواهیت اما را جیک نه بس خیلی مو شادرین غیر بالکم برم ای والله تعالوا لكم كامبرين بالبناية مو أكل دمج واحد وين هو مبين؟ وين جوا البيت؟ وحش Okay. وين مكمبر وين؟ ليك 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 يفضح ابو عرضة شغلة يا زلمة. كان لازم يرقص بربي كان لازم يرقص. اي والله حلو وبلعوها مشان يعرفوا بالكاميرا ما في تحدي. اي والله والله جوا البيوت يكمبرون جوا البيوت. محمد يقول وحده بوحده مو وحده بوحده. اول وحده كمبره. هاي اول وحده كمبره صح صح بس هاي جبنا بلوسون هن مع انه كانوا مكمبرين جوا. واحد قاعد فوق الصندوق بالغرفه يعني ما راح اشوفه. قالوا مطفى محمد شو قالوا طفى شحن. طفى شحن صح طفى شحن.
صفى شحن. يلا روح يلا يلا هاي محمد غير تجيب الكرات شنو غير البقية مكان محمد شنو البقية مكان سمية والله تعال شوفه بدي يا رب شو خبطت لا يا الله وقعت الحضنة شباب استلموا كارات ابغى ناخذ بسفن عمل اشتغل كارات والله انا مشتغل كارات يا زلمة ايش هذين عن شرفك طيحت واحد وطيحت الثاني ما حاط سكوب اربعة على ام سفن هوبو ليك وين مكمبر ليك على اليمين لا الشباب جاي يضربني من الطرف اليمين كارات يا يم محمد الله يختم بالكار محمد مشكلة سعوديين لك لا يا الله لا يلا يلا خلونا حدا شباب ام ام محمد ايش كافيني انه كافي بس اثنين انا شلون يعني عند رقم اول عند رقم اول روزي روزي اجي على اليمين لك هذا لو طيح بي واحد بالمستودع بالمستودع بي واحد عفوليا عفوليا خمسة عشر واحد بالكار كافوا منكم